أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى هذه الفترة من التغطية الحية والمباشرة على شاشة إكسترا نيوز، والتي نرصد خلالها أبرز المستجدات على الساحة المحلية والدولية. البداية من تقرير لمجلة نيتشر إنرجي الأكاديمية التي أشارت إلى أن أزمة أوكرانيا تدفع 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة. هذه الدراسة التي أشارت إليها هذه المجلة أظهرت أن إنفاق الأسر في المتوسط قد ارتفع بواقع 4.8% نتيجة زيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلا عن الزيادات السابقة في فترة وباء كورونا، بينما الأسر الأكثر فقرا والتي تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء كانت أكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. توقعت عدة بنوك أمريكية أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مدفوعة باستمرار التضخم وعدم استقرار بيانات سوق العمل. دعونا نتابع المزيد عن هذا الأمر في سياق هذا التقرير. توقعات بارتفاع غير مسبوق لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مدفوعة باستمرار التضخم وعدم استقرار بيانات سوق العمل في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، حيث توقعت ثلاثة بنوك أمريكية رفع معدلات الفائدة ثلاث مرات أخرى خلال العام الجاري. بنك جولدمان ساكس أحد أكبر البنوك الأمريكية توقع ارتفاع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية لمستويات أعلى من التوقعات السابقة عند 5%، وقال اقتصادي جولدمان ساكس إن معدلات الفائدة ستصل نطاقا بين 5.25% إلى 5.5% في يونيو القادم في ضوء نمو الوظائف القوي واستمرار التضخم. في السياق ذاته توقعت وحدة أبحاث بنك أوف أمريكا ارتفاعا أيضا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو القادم، مما يعزز التوجه النهائي لسعر الفائدة إلى نطاق بين 5.25% و 5.5%. في المقابل وبشكل معاكس لتوقعات البنكين الأمريكيين،
توقع بنك الاستثمار الأوروبي UBS أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي مارس ومايو، ما قد يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 5% إلى 5.25%، حالة من عدم اليقين يعيشها أكبر اقتصاد على مستوى العالم في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية. فالاقتصاد العالمي عانى خلال عام 2022 من تضخم جامح بعد الآثار الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، يضاف لذلك ما تمخض حتى الآن من نتائج عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي يصعب التنبؤ بتطوراتها المستقبلية. حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق. وقال رئيس الوكالة فاتح بيرول إن الحكومات الأوروبية اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي لضمان إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنتاج 23 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام. لكنه حذر الدول التي قررت التخلص التدريجي من الطاقة النووية لإعادة النظر فيما إذا كان هذا هو أفضل وقت لتنفيذ هذا القرار. في 2022 هو عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 محتاجة مننا ان احنا نبذل جهد اكتر من 2022. انا بدعو للجميع للمساهمة اكتر، واحنا من جانبنا كحكومة مزيد من الجهد الاهلي، لان احنا الظروف صعبة، احنا مدركين لحجم التحدي اكتر من غيرنا. هو احنا ما نقدرش كدولة وكشعب نصمد قدام أي تحدي ولا إيه؟ أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 20 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية المعصرة وتوابعها بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وذلك بمشاركة 14 كياناً من كيانات التحالف الوطني بهدف تقديم خدماتها لأكثر من 25 ألف مستفيد. يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك التقليل من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، كل ذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة،
وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وكذلك تركيب الأجهزة التعويضية إلى جانب حملات توعوية بكرت الخدمات المتكاملة المقدم لذوي الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بمرض القدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. تتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب، هذه الحملة هدفها توزيع مواد غذائية ولحوم ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف، إلى جانب تسليم بطاطين وألحفة ضمن حملة دفى الشتاء والمقدمة من مؤسسات التحالف والتي وصلت محافظة المنيا بالفعل بالأمس في اصطفاف مهيب لقطار الخير ضم أكثر من 13 سيارة لكيانات التحالف، إلى جانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس بأسعار مخفضة وغير ذلك من العديد من الأنشطة. بجانب ذلك تهتم القافلة أيضا بشق التمكين الاقتصادي والمتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، كما تعنى أيضا بمساعدة وتنمية صغار المزارعين من خلال إنشاء مدرسة حقلية وتطبيق المرشد الذكي في إطار مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف لتقديم الدعم الفني للمزارعين. تهتم القافلة أيضا بالمساعدة في فك كرب العديد من الغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة اللي بيتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع. في إطار قافلة ستر وعافية أيضا قام التحالف بتقديم خدمات الرعاية الطبية من خلال قافلة بيطرية شاملة، فضلا عن ترميم وتشطيب 15 منزل لأهالي قرية المعصرة بملوي بمحافظة المنيا. أيضا حرص التحالف على توصيل المياه النظيفة لعدد من الأسر بقرى محافظة المنيا المختلفة، وشارك في هذه القافلة 14 كيانا من كيانات التحالف وبمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي. كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين. احنا محتاجين هذا الدور، لان الدور المجمع واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعت الاجتماعي اللي بتتم. واتمنى لكم التوفيق واتمنى للجميع التوفيق، وانتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا وبيشوفوا قد ايه الامل ممكن يتحقق ويبقى حاجه تفرحنا كلنا وتسعدنا. على الرغم من الأزمة العالمية الخانقة التي يعاني منها العالم في نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار السلع الغذائية لمستويات غير مسبوقة، إلى جانب أيضا نقص سلاسل الإمداد، نستطيع أن نقول أن مصر حققت إنجازات كبيرة في توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين. تم ذلك من خلال التوجيهات الرئاسية المتواصلة بضرورة توافر السلع الغذائية للمواطنين وكذلك مصادر الطاقة بمختلف أنواعها، وهو ما يقف خلفه إنجازات متتالية شهدتها مصر خلال الثماني سنوات الماضية في مختلف المجالات وخاصة مجال الطاقة، التي جعلت مصر من ضمن دول قليلة في العالم دولة قادرة على تجاوز الصدمات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى وصول أسعار الطاقة والغذاء باختلاف أنواعها وباختلاف مستوياتها إلى مستويات تاريخية ضاعفت من نسب التضخم والأعباء المعيشية على مختلف سكان العالم.
للمزيد حول هذا أو مزيد من النقاش حول هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بيك يا دكتور أشرف. أهلا بحضرتك ومشاهدي القناة الكرام. يعني إذا ما جئنا لسلاسل التوريد وأزمة نقص الغذاء على المستوى العالمي وكيف تفادت مصر بفضل التوجيهات الرئاسية هذا النقص في سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد وتوفير السلع الغذائية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية؟ هذا أمر حقيقي ولا تخطئه العين، يعني رغم من الأزمات المتلاحقة عالميا تاريخيا بدءا من أزمة الغذاء العالمي عام 2008 ثم أزمة كوفيد 19 في عام 2019 ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، تلك الأزمات المتلاحقة التي تؤدي إلى تزايد عوامل عدم التأكد واللا يقين في الاقتصاد الدولي وضغوط تضخمية مرتفعة وضغوط على مستوى المعيشة وتكلفة المعيشة على مستوى العالم، فكانت مصر متوقية لتلك الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة دؤوبة لأداء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع أجهزة معتبرة في الدولة، جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة التجارة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة، ويعني جهود كبيرة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، فلم يشعر أحد بنقص سلع في الأسواق، الأمن الغذائي متحقق بشكل كبير من خلال جهود على محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الكبرى التي لا تخطئها عين، مشروع 1.5 مليون فدان في 17 موقع في 8 محافظات، 65% منها في محافظات الصعيد التي كانت مهملة في السابق، ومشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان يقع في إطار مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، ومشروع استصلاح شمال ووسط سيناء 500,000 فدان، شرق العوينات 220,000 فدان، فضلا عن التوسع الرأسي بالعمل على استنباط أصناف قليلة المكس في التربة قليلة الاستهلاك للموارد المائية وعالية الإنتاجية في نفس الوقت، فضلا عن مشروعات الإنتاج الحيواني التي وجه الرئيس بالأمس في اجتماع رئاسي له مع عدد من المسؤولين بتنمية الإنتاج الحيواني ومصادر البروتين الحيواني ومراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتحسين السلالات، العمل على تحسين السلالات من خلال 600 مركز 600 نقطة للتلقيح الصناعي منتشرة على مستوى الجمهورية، جهد كبير يعني تقوم به الدولة المصرية بهذا الإطار للتوقي من تلك الأزمات العالمية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي الذي استعرض لنا الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية والتي أدت إلى وصول مصر وكونها قادرة على تجاوز الصدمات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. بشكرك شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من التغطية الحية والمباشرة على شاشة إكسترا نيوز، حتى ألتقيكم على رأس الساعة من جديد في نشرة إخبارية مفصلة، أترككم في أمان الله.